ويوجب سبحانه للصابرين أجرا بغير حساب.
خير كله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وكم من صابر على البلاء وكم من صابر على البلاء رحل بلاؤه وبقي له حب الله ومعيته ولربما بقي البلاء حتى فارق المرء الدنيا فينال الفوز يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض حتى أن أهل العافية يتمنون أنهم أصيبوا في الدنيا لما يرون ما أعد الله للصابرين من النعيم ففي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إخوة الإيمان إن مفهوم الصبر عند بعض الناس مرتبط غالبا بالأحداث التي لا يمكن ردها والنوازل التي لا يستطيع دفعها بينما الصبر زينة يتحلى به المرء في غدوه ورواحه مع أهل بيته وأجرائه وجيرانه وأصحابه فإن المخالطة مظنة حصول الأذى فلا بد من الصبر على أخلاق الناس وطبائعهم وجهلهم واستعدائهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فيتعلق الصبر بجميع أمور العبد وكمالاته وكل حال من أحواله فالصبر على الله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا والصبر عن المحرمات من شهوات النفس ونزواتها ورغباتها ومطامعها قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأعظم الصبر هنا ما كان دافعه في المرء قويا وماله سهلا فكيد امرأة العزيز والنسوة وما صاحبها من إغواء وفتنة وقد غلقت الأبواب وهيأت الأسباب وتزينت ودعت والعقوبة قد أمنت فاجتمعت على يوسف عليه السلام دواعي الفتنة فصبر عن معصية ربه ونادى بحماه واعتصم بتقوى وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر قال الشيخ السعدي رحمه الله وإنما كان الصبر أعظم العطايا لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم بل يشتغل بشكر الله فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر وبالصبر ينال الفلاح يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فالصبر زاد المسلم في كل أمر من أمور حياته
يقول لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حبوبا، أي أسير زمنا طويلا. فمضى في طريقه حتى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولما وجد الخضر عليه السلام لم يعده بأن يكون صابرا لتلقي العلم عنه فحسب، بل ومطيعا لأوامره. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. معاشر المؤمنين، إن الصبر دينه الأصفياء وخلق الأنبياء وزادهم في عبادة ربهم وبلاغ رسالتهم. ولذا جاء نداء الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بصبر أولي العزم منهم، فقال جل جلاله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان يقتدي بهديهم ويتصدر بذكر سيرهم حتى فاق بصبره من كان قبله. وسيرة رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه شاهدة بالعناء والتعب وأطوار من المشقة والنصب، سواء في مكة أو المدينة، من تكذيب قومه له واتهامه بالكهانة والسحر والجنون والشعر، واستهزأوا به وسخروا وهمزوا ولمزوا وناصبوه العداء وآذوه أشد الإيذاء، فطرحوا الشوك في طريقه وسل الجزور على ظهره وحاصروه بالشعر 3 سنين. لقي فيها البأس والجوع والشدة، بل تآمروا على قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وفي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البقاع إليه، وقال: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. رواه أحمد. ومات بنوه كلهم في حياته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فاحتسب وصبر، وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة وما أوقدت في بيوته نار. وفي صحيح مسلم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله.